اهلا بيكم في حلقه جديده من كبريت. اكتر حاجه جننتني في حياتي وكتاب لازلت شايله لغايه النهارده، كنت جايبه من وانا صغير في دار المعارف وحطه لغايه النهارده في بيتي وبعتز بيه جدا، اسمه الانسان الحجري. يجنني هذا الانسان لما نسمع كمان ان في 6 اجناس موجودين على الارض، منهم اخر جنس اللي هو طبعا الهومو سابينز اللي هو الحكيم. احنا نعرف ان قبلنا كان في نيندرتال، وده جنس كان غليظ شويه عننا، اقصر شويه، دماغه اكبر شويه، مارس الدفن وبيحط زهور على القبر بتاعه، يعني عنده مشاعر وعنده لغه، بيتكلم، بيقدر يقول اصوات. ده كان موجود. وفي الهومو اريكتس طبعا اللي هو الكائن اللي اصبح منتصب القامه بعد ما كان جسمه محني شويه، وبعد كده نبتدي نرجع هابيلس ونرجع لحاجات تانية لغايه ما نصل الى انسان كان توتالي محني الظهر جدا جدا. عمر الانسان على الارض اللي بيقدر نقول عليه انسان نصنفه انسان 3.3 مليون سنه موجود. عاش الانسان في حقب جامده جدا ما بين عصر جليدي وما بين انهيارات وما بين فيضانات، وقدر يسرفايف بقوة شديدة، بس احنا عمرنا ما عرفنا السيميليشن بتاع حياته كان عامل ازاي، ودي فترة صعبة جدا جدا عمر ما البني ادم يتخيل بتاع النهاردة انه يقدر يعيشها. يت هي في الاخر اكيد كانت سهلة على هذا البني ادم بشكل ما، يعني اكيد ما كانش حاسس بالفظائع اللي احنا هنسمعها كمان شوية. الراجل ده كان النهاردة بيعيش في الكهف لانه انسان الكهف، فلازم يعيش في المكان اللي كان بيشتغل عليه. قبل اختراع النار كان بيضطر ان هو ينام نص نومه كده ويحرس وينام عالي في منطقه الاشجار علشان يبقى كاشف الدنيا من فوق، لانه بيخاف اي حاجه تقرب له. لما اخترع النار اصبح بيحطها قدامه بالكهف، فبيضمن ان الدبه والاسد ما بيدخلوش يقضوا عليه. وكمان النهارده لازم يعيش جنب ميه، جنب بحيره، لان ما فيش حنفيات، فاوتوماتيك لازم في نهر جنب الموضوع يقدر ان هو يستولي بيه على الميه اللي هو محتاجها، وما بيقدرش يخزن، فلازم يشربها فريش على طول عشان الدنيا ما تبقاش فيها مشكله. ما قدرش ابدا يعمل خيام ولا اخوه غير في منطقه زي سايبيريا، البرد كان فيها رهيب، واستخدم فيها عظام الماموس اللي هو الفيل القديم المشعر عشان يقدر يعمل منه جدران وعصيان واغصان وقش ويقدر يطلع منها خيمه. فده جه بشكل متاخر شويه، قبل كده كان هو والصخر وسلام عليكم. الانسان في غذائه طبعا اعتمد على فكره المكسرات والتوت والنبات البري، ويمشي كده ياكل اللي فاضل من جثث الحيوانات، يعني غزاله تاكلت نصها من الاسد فياكل الدراع اللي فاضل بتاع، بدا يمشي حاله شويه بيض من الطيور اللي بيلاقيه. طبعا مفيش استيلاد ولا تفريخ ولا زراعات، فهو اوتوماتيك بيتنقل ما بين مكان ياكل كل اللي فيه، يمشي يروح مكان تاني، يعني رعاه كاملين. طبعا الاضراس بتاعه الانسان ده كانت اكبر من حجمها الحالي، لان هو كان مطالب ان هو الالياف بتاعه النبات اللي محتاجه طحن اكتر من اللحوم، فهو كان اسنانه اكبر واضخم واصعب شويه. لما بدا ياكل اللحوم بدا الاسنان تهدى سنه وبدات تتحول الى فكره، طبعا لانه استخدم النار على طول، فما طلعتلوش انياب بل طلعت له مجرد اسنان تقدر تعمل قواطع تقطع اللحوم ويقدر يستهلكها بسهوله، واصبح 65% من غذائه معتمد على اللحوم. يصطاد بقى الغزلان، الخنازير، الجواميس، الاغنام، وحيد القرن، اسماك، افيال، ماموس، عفريت. المهم انه في الاخر قدر ان هو يطور هذه الآلية علشان يقدر ياكل حاجات ازيد، علشان ما يفضلش قاعد في ارض واحدة، يقدر يجيب جاموسة كبيرة يقعد عليه هو والعيلة لمدة اسبوعين اكل، ويوفر ان هو يلف كتير جدا جدا جوه الزراعات ويدور على حبوب وفواكه مش موجودة. استخدم الملابس بتاعته بطريقة ذكية، ان هو طلع جلود الحيوانات وقدر ان هو يعمل منها الملابس تقي طبعا البرد والحر وكل حاجة، واكتشف كمان ان هو يقدر يعرض الجلود دي لدخان النار فيتطرى، وقبلها على طول كان بيحطها ببقه ويقعد يبلها كتير علشان تبقى فيها الطراوة بتاعت الهدوم، يقدر لان طبعا الجلود بتتيبس بعد فترة زيها زي اللحم، وهكذا قدر ان هو يتخطى الفكرة دي، وقدر يعمل من العظم ده ادوات زي الابرة عشان يخيط الجلود دي. قدر النهاردة يطلع من الوبر الخيوط اللي هيخيط بيها بالإبرة بتاعت العظم، قدر يعمل مطرقة حجرية كبيرة يكسر بيها الحاجات، يطلع فاس ياخد حتة صخر صوان ويقعد يكحتها ويكسر لغاية ما يعمل منها فاس، يقدر يعمل أداة رفيعة جدا زي الأزميل ينقش بيها حاجة على جدار الكهف، يعرف يعمل راس حربة يحطها في عصاية غصن كبير خشب ويرميه على حاجة من بعيد، وده اللي اتطور أصبح السهم. وكمان عمل حاجات يكشط بيها، كمان يقدر يحفر بيها، وعمل كمان مسامير يقدر يسبب بيها بعض الحاجات. كل ده كان العالم بتاعه البسيط اللي هو يبدو بالنسبة لنا ايه ده، الحاجات دي كلها موجودة على فكرة مرمية في أي محل أدوات في السبتية، بس هو في الآخر كان بيعملها بإيده حتة حتة وقدر يعمل بيها هذه الحضارة اللي احنا عايشين فيها النهاردة. لولا النار، لولا الأدوات البسيطة، لولا الإنسان انتصر قوته، أصبح النهاردة أنه إيده فضيت لأنه ظهره بقى مش محتاج ينحني بإيده ورجله على الأرض، فهذا هذه القوة من الانتصاب الإنساني بظهره، قدر أنه هو إيده تفضى فيقدر يصنع أدوات تصل إلى مرحلة الساعات السويسرية الدقيقة جدا.
شكرا للإنسان الحجري اللي لولا مش هنبقى موجودين النهاردة، وتحية كبيرة مني ليه. نتقابل بكرة في كبريت.